والموضوع اللي رح نحكي عنه هلا قد ايه هو يمكن الشغل الشاغل اليوم لكثير من الاشخاص ان كان صبايا او حتى شباب. صحيحه فرح، دائما وزننا وشكلنا هو يمكن اكثر شيء الكل بيهتم فيه، خصوصا هلا مع هذا الوقت عم نسمع كثير انه دواء سحري، يعني بتاخذ هذا الدواء بتاكل شو ما بدك، بتاخذي هي العشبه وخلص انسي الوزن وما في داعي لا للرياضه ولا للنظام الصحي. طبعا يوميا بنسمع هذا الشيء، ولكن هل هذا الشيء صح او لا؟ سلمى، يمكن بالفترة الأخيرة مثل ما قلتي كثرة النصائح سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو من الوسط المحيط فينا، نصائح كثيرة من أعشاب معينة من أدوية معينة، أغلبها يمكن ممكن يكون تجاري وله آثار كثير سيئة أو سلبية على الجسم ومفعوله عكسي، وهون لازم ننتبه كثير منيح. الحقيقة وين وشو هو يمكن الفيتامين المسؤول عن إنقاص الوزن، وشو هو أسلوب الرجيم أو الدايت المثالي لحتى الشخص ينقص وزن بدون أي حرمان وبدون ما يعرض نفسه لأي مشاكل صحية؟ رح نتعرف عن هذا الموضوع بالتفصيل مع أخصائية التغذية آية صابر. يسعد لي صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الورد والفل. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. خلينا نبلش من مثل ما بيقولوا هيك الشغل الشاغل للناس. في ناس كتير بتعمل رياضة وبتعمل نظام غذائي وما بتنحف، بتقول لك أنا جسمي ما عم يستجيب مع هاي الأنظمة وما عم بقدر التزم فيها لفترة طويلة، شو السبب؟ هلا كأسباب مثلا في أشخاص مثلا بروحوا بيتبعوا نظام غذائي معين، بيمارسوا تمارين رياضية وبتقول لك إنه أنا ما عم ينزل وزني أو وزني ثابت. ففورا اللي إحنا بنطلب تحاليل تي إس إتش، تحاليل غدة درقية، تحاليل فيتامين دي. التي اس اتش اذا كان عندي قصور بالغده الدرقيه وما له معالج بشكل مناسب بيعمل لي زياده وزن او ثباتيه بالوزن. كمان الفيتامين دي اذا كان عندي نقصان كمان بيعمل لي، مو بس بيزود الشهيه، بيقلل النشاط، بيخلي المود على طول ماله ظابط، فبصير الشخص مايل انه يصير عنده ديبرشن او اكتئاب اكثر، فبصير مايل انه ياكل كميه اكل اكثر فبيعمل له زياده وزن. اي اليوم كثير بنسمع عن ادويه معينه او حتى اعشاب يمكن عم يلجأوا لها كثير من الصبايا، شو مدى صحة هذا الشيء؟ في أعشاب، في أدوية معينة لإنقاص الوزن أو لا؟ هلا أغلب أدوية التنحيف يلي عم نلاقيها منتشرة على السوشيال ميديا وهيك إنه فيها مادة بنسميها سيبوترامين، هاي المادة بتروح بتأثر على الإشارات العصبية اللي بتكون موجودة ضمن الدماغ وضمن الجهاز الهضمي، بتحفز هرمون بالدماغ بنسميه هرمون الليبتين أو هرمون الشبع، لحتى الشخص على طول يصير عنده كبح للشهية، على طول ما عنده رغبة بتناول كمية كتير كبيرة من الأكل. فتخيلي تأثير دواء على الإشارات العصبية بالدماغ شو رح يكون له تأثيرات جانبية. غير هيك هدول الأدوية عم تروح بتأثر على مستقبلات الدوبامين بإفرازها وامتصاص الدوبامين، هو هرمون بنسميه هرمون السعادة، مشان هيك الشخص لما عم ياخد أدوية التنحيف يلي بشكل عام فيقول هي ما لها مرخصة، ما لها مراقبة من قبل وزارة الصحة، فمنلاقيه مايل إنه يصير اكتئاب أكثر. أحيانا الأشخاص بيصير عندهم تفكير بالانتحار من كتر التأثير على مستقبلات الدوبامين. فكأدوية التنحيف ما له معروف مصدرها ولا له معروف تركيبتها، أنا أبداً ما بنصح فيها، لأنه مع الوقت بصير الشخص على طول منرفز، على طول عصبي، بتحسي أنه عجد ما له لقيان كلمة، على طول بيضوج وبيعصب. برأيك في أدوية آمنة؟ كأدوية آمنة هلأ شوفي الـ FDA عطت أدوية ورخصت يعني باستعمالها، مثل شو مثلا؟ مثل الأورليستات. الأورليستات هذا بيصب ثلث الدهون اللي بتكون موجودة ضمن وجبتك. في أشخاص كتير بيقولوا أنا إذا ما أكل دهون ما باخد الدواء، بس بالعكس أنت كل ما عم يكون الدايت عندك منخفض بالدهون كل ما عم بتكون الاستفادة أكتر. بس كتأثيرات جانبية الأورليستات بيروح كل شيء فيتامينز بنحله بالدسم، يعني الأي الإي الدي والكي. كمان له تأثيرات جانبية طبعا، فبتلاقي الشخص على طول عم ياخده بعد فترة صار عنده اكتئاب، صار عنده تساقط بالشعر، بشرته صارت فيني أقول مايلة للبهتان أكتر، هي كلها من الأورليستات. تمام، فعلى طول إحنا إذا واحد شخص بده ياخد الأورليستات أول شيء بده ياخد معه مالتي فيتامين حاوي على الأي والإي والدي والكي، ويكون بعيد عنه من ساعتين لثلاث ساعات لحتى هذا الدواء ما يأثر عليه. غير هيك الأورليستات بيعملي إسهال دهني، بيعملي نفخة، بيعملي غازات، بيعملي وجع بطن
بطني، احيانا بتحتاج من شهر لشهرين لحتى تروح عندي هي الاعراض. ثاني دواء رخص من قبل الاف دي اي هن بنسميهم البابروبيون او نالتريكسون، هن ادويه بيستعملوا للادمان على الافيونات او الادمان على الكحول او حتى بيستخدموه لايقاف التدخين. حتى البابروبيون هو مضاد اكتئاب، تمام، فبيأثر على كمان مستقبلات الدوبامين والسيروتونين، بس كتأثير جانبي انه هو بيعمل كبح للشهية ونقصان للوزن، فبصير الشخص بيميلوا انهم ياخذوا هدول الادوية. بس هدول الادوية سمحت الاف دي اي باستعمالهم كشخص عم بيعاني من زيادة وزن بلس عنده اكتئاب، فهو خيار جيد له، تمام. عندي كمان ادوية بنسميها الفينترامين او توبيراميت، هدول الادوية بياخذوهم كمضاد صرع او وقاية من الشقيقة، كمان تأثيراتهم جانبية نقصان الوزن. كمان سمحت الاف دي اي باستعماله اذا كان عم يعاني من شقيقة بلس زيادة وزن، او شقيقة مثلا، او زيادة وزن مع اكتئاب. فهدول خيار كتير مهم، بس كتأثيرات جانبية كلهم عم يعملوا صداع، عم يعملوا غثيان، عم يعملوا اقياء، عم يعملوا تسرع بالقلب، عم يعملوا ارتفاع بضغط الدم. ففي ادوية تنحيف بس كلهم لهم تأثيرات جانبية، واي دواء انت ممكن تاخديه له تأثيرات جانبية. حتى الادوية المنحفة اللي بتكون مصادرها عشبية، مثلا اذا بدنا نحكي مثلا بيكون حاوية مثلا على مصادر مثل القرفة، زنجبيل، الشاي الاخضر، اذا بدنا نحكي عن وحدة القرفة، صح هي القرفة بتزود استقلاب الجسم، بتسرع حرق الدهون، بس القرفة بتعمل هبوط سكر. فاذا كان حتى مريض سكر واذا اجى عري انا اشرب مثلا كاسه شاي مع قرفه، هو معرض يصير عنده هبوط بالسكر، تمام. الزنجبيل كمان هو كمان اخر دراسات بتاكد انه هو بيزود من استقلاب الدهون، بس كمان هو يمكن يرفع الضغط. الشاي الاخضر كمان هو بيزود من استقلاب الدهون، بس كمان الشاي الاخضر ما فيك تاخذيه بكميات كثير كبيره، بيعمل لك ارق، بيعمل تاثيرات على الكبد، بس كخيار هو امن خيار عشبي من بيناتهم كلهم. طيب كمان يعني هلا مثل ما قلتي انت كثير عم نشوف بالفترات الاخيره بيطلع ترند يعني على وسائل التواصل الاجتماعي انه هذا الشيء فظيع وخطير وممتاز كثير وصحي، الاعشاب. كثير عم نشوف الناس عم تروح باتجاه الاعشاب خوفا من الأمراض اللي هي ممكن تيجي الأخرى من تناول الأدوية أو الآثار الجانبية، وخصوصاً للناس اللي بيكونوا أصلاً عندهم أمراض، يعني كبار بالسن أو عم بيعانوا من أمراض. في أعشاب عم يجي مثل حبوب، أعشاب، خلطة أعشاب مو معروف شو هي، كمان أنت مع هذا النوع أو لا؟ ممكن تأثر على المعدة أو لا؟ هلأ في أدوية عنا موجودة تركيبها عشبي، فأنا آمنة عندي إياها بشكل عام. هي شو يعني آمنة؟ ما بتعمل تداخلات دوائية وما لها كتير تأثيرات جانبية، بس ما لها آمنة 100%، بس بشكل عام أنا ضمنانة تخزينها، ضمنانة تصنيعها، ضمنانة إن هي مراقبة من وزارة الصحة. بينما هلأ عم نلاقي كتير عم يجي أدوية كابسولز عم يعبون أعشاب ويحطون الكبسولات ويبيعون للعالم، هي ما لها مرخصة ولا لها مراقبة ولا شيء. فهي أنا اللي بخاف منها، بخاف من سوء التخزين، بخاف من كمية زايدة على كمية من الأعشاب. كمان الأعشاب لها تأثيرات جانبية، ممكن شخص يكون عم ياخد أدوية قلبية ويجي ياخد دواء عشبي يتداخل معه، مثلا عم ياخد مثلا أسبيرين، اذا اجى اخذ مثلا ادويه مثل اكليل الجبل وهداك بيكون محطوطين، ممكن تتداخل عنه، يزود لك الريسك انه يصير عنده تمنيع كثير كبير بالدم ويفوت بمشاكل خطيره. فانا ما بدي ما فيني اعطي اي شخص دواء حتى لو كان عشبي وحتى لو كان نباتي قبل ما اعمل دراسه كامله عنه. طبعا حتى الادويه العشبيه بنحط ببالنا انه نحن بدنا اقل شيء 5 لـ6 شهور لحتى انا احصل على النتيجه اللي بدي اياها. فانا بهي الست شهور بنظام غذائي ممارسه تمارين رياضيه انا فيني احصل على نتيجه اكثر من اني اخذه. طيب نحن كثير بنسمع انه مثلا رجيم انقاص الوزن 5 كيلو باسبوع و20 كيلو بالشهر، وشو هو اذا بدنا نقول الحد الاعلى لخساره الوزن في حال الشخص التزم يمكن بدايه معين وبرياضه معينه، بعيدا عن هذا التسويق التجاري، يمكن إن كان لفيديوهات أو لمنتجات معينة أو لحتى لأشخاص معينين؟ هلأ ما في شيء اسمه دايت بينزل لي بثلاث أربعة أيام، عم ينزل لك سوائل، ما عم ينزل لك دهون، لأنه أغلب هدول الأدوية اللي عم يسوقوا لها بهي القصة هي أدوية إما مضرة للبول وإما ملينة. فانت ما عم تخلصك دهون، انت عم تخلصك بالعكس، عم تخلصك فيتامينات، عم تخلصك سوائل بالجسم، عم تفوتك بحالات تشفاف. فممكن يتبعوها الاشخاص اذا انا مثلا عندي مناسبه خلال يومين وبدي حالي طارئه، فممكن اتبع هيك شيء، مع انا ما بفضله. بس بشكل عام كادويه يعني ما فيك تتبعي شيء اذا ما كان صحي واذا ما كان مضمون، بالاخر كله له تاثير على الصحه.
طيب خلينا نحكي كمان مثل ما قلتي بالبداية إنه في أنواع فيتامينات معينة هي بتأثر، مثل فيتامين دي إذا كان الشخص عنده نقص فيه بيعند، يعني ما عاد بيخسر وزن حتى لو عم يعمل أنظمة غذائية. شو هي الفيتامينات الثانية اللي ممكن تأثر على النظام الغذائي وبالتالي على خسارة الوزن؟ هلا مثل ما حكينا بياخذ الطب 1 هو الفيتامين دي. ثاني شيء عندي الفيتامين بي. الفيتامين بي هو فيني اقول محفز لاكسدة الدهون، بيساعد على حرق الدهون، خصوصي اذا الشخص عم يمارس تمارين رياضيه. فعلى طول احنا اذا عم تروح الجيم فورا بدك تاخذ فيتامين بي. اول شيء هو عم يقوي لك الجهاز العصبي، عم يخليك تحمل اوزان اكثر، وكمان بيساعدك على حرق الدهون اكثر. كمان عندي الفيتامين سي. الفيتامين سي عم يعطيني انا نشاط اكثر. الفيتامين سي عم يعزز امتصاص وانتاج الكولاجين، كمان الكولاجين له كثير دور بالتنحيف. طيب اذا كمان نحن بدنا نحكي اليوم عن العمر، بيقولوا الشخص يمكن كل ما كبر بالعمر الاستقلاب الجسم وخف يمكن نزول الوزن عنده، كمان شو مدى صحه هذا الشيء؟ وهل في يمكن ادويه طبيعيه او اغذيه معينه ممكن تزيد من استقلاب الجسم وتساعد بحرق الدهون؟ تمام. هلا كاستقلاب خلينا نعرف انه احنا بعد عمر ال30 ببلش يقل الاستقلاب او الميتابوليزم عندي بالجسم. حتى دراسة علمية قريتها انه كل 10 سنوات بيقل استقلاب الجسم 5%. فانت كل ما عم بتزيد بالعمر اكثر وما عم تمارس تمارين رياضية وهيك، كل ما عم بيصير تنزيل الوزن اصعب، كل ما عم بيصير حرقك للدهون اكثر. هلا كادوية او كمواد او اعشاب بتعزز الاستقلاب او بتعزز حرق الدهون، هون عندنا القرفة، عندنا الزنجبيل، عندنا الشاي الأخضر، عندنا الكركم مثلا، عندنا شيء بنسميه حتى نبات القراص بلشوا يعملوه كمان كسابلمنت، كمان هو بيعزز استقلاب الجسم وحرق الدهون. حتى حاليا في الكروم كثير عم يسوقوه له وهيك، بس هو بالآخر هو معدن او بسميه الكروميوم. تمام. هو مفيد اذا شخص عم بيعاني من سكري، اذا شخص عم بيعاني من مقاومه انسولين، لانه بالاخر انت عم تاخذي معدن ممكن يسبب سميه بالجسم. تمام. بس لشخص مريض سكري او مقاومه انسولين او مبيض متعدد الاكياس عنده زياده وزن او سمنه، فهو خيار جيد بس مو لفتره كثير طويله. هذا الشيء اللي كنت اسالك عنه كمان، يعني فئه كبيره من السيدات حاليا والصبايا عم بيعانوا من مثل ما بيقولوا الخربطه الهرمونيه، مبيض متعدد الكيسات. هي الادويه بيقول لك انا عم باخذ هرموني فزاد وزني، ليش بتاثر كمان الادويه الهرمونيه على زياده الوزن او خسارته؟ الأدوية الهرمونية ما بتعمل زيادة وزن، بتعمل احتباس سوائل. تمام. إذا كنتي عم تاخدي كونتراسيبتيف أو مانع حمل أو منظم للهرمون وعم تتبعي رياضة، ما رح تعاني من أي احتباس سوائل. إذا ما عم تعمل بس رياضة. إذا كان نمط حياتك إنه على طول قاعدة ما فيها الحركة ما فيها نشاط كتير، فبنلاقي زادت عندي احتباس السوائل. كبردة أو كصبايا بيعانوا من بي سي أو مبيض متعدد الأكياس، خلينا نعرف إنه السبب الأول إلهم هو مقاومة الأنسولين. فمنلاقيهم بيعانوا من حب شباب، منلاقي عندهم بنسميهم بدانه مركزيه او بدانه حشويه، منلاقي لهم بطن، منلاقيهم على طول مايلين انه ياكلوا نشويات واشياء فيها سكر اكثر، نتيجه خربط الهرمونات اللي بتكون عندهم. بس انا كنظام غذائي انا ممكن اتبع لهم ياهن. اول شيء بدي خفف، هلا مثلا الشخص الطبيعي انا بحط له نسبه نشويات 60%، عند مرضى البي سي او بوصلوا ل 40 او 45%، وحاول لما اختار النشويات اختار نشويات عاليه بالالياف، يعني مثلا انا الخبز الاسمر، خبز الشوفان، خبز الشعير، البرغل، الفريكه، بعد عن الاشياء اللي بتكون فيها يعني مثل الرز الابيض، الشغلات اللي بترفع السكر والانسولين بشكل سريع. المعكرونه هلا المعكرونه خيار صحي افضل من الرز كتأثير على الانسولين. فوت له مثلا الاوميجا 3، لانه غالبا مرضى البي سي او بيكونوا بيعانوا من ارتفاع ضمن الكوليسترول، ففوت له الاوميجا 3 اما كسابلمنتس او فوت له اياه عن طريق البقله، عن طريق الجوز، عن طريق الطونه، يعني حاول قدر الامكان اتبع له نظام غذائي صحي، فوت له الدهون الصحيه، بعد له عن كل الاشياء اللي بترفع الكوليسترول وبيكون فيها دهون ما لها صحيه، خفف من كميه اللحمه اللي عم تتدخل، قولي هلا بشكل طبيعي عم تخفف بس انه فوت له اكثر دجاج، اكثر فوت له سمك، اكثر فوت له طونه اكثر هيك.
كمان الرياضة اليوم السيدات شوية بحيرة إنه نحنا ممكن نلعب أوزان لحتى نخفف وزننا. شو عدد الأيام يلي ممكن نحنا نتمرن فيها؟ 6 أيام بالأسبوع البعض بيقول، بعض لا 3 مرات بكفي، خلي مع نظام غذائي طبعا مترافق معه. هلا بوسط أيام من 4 لـ5 أيام كافي بالأسبوع. وعلى طول خلينا نعرف إنه لحنا بدنا نحافظ على الكتلة العضلية. يعني أنا ما بيهمني الصبية تنزل تلعب كارديو وتطلع، بالعكس أنتي يعني أنتي عم تتعبي جسمك أكثر وترهقي أكثر، لا بدك تحملي أوزان، بدك تكبري الكتلة العضلية. كل ما عم تكتري الكتلة العضلية عم بتقل نسبة الدهون، فعم تنحفي، وبلس على هذا الشيء عم بتخففي من إصاباتك بالتهابات المفاصل، حالات الروماتيزم، حالات الفصال العظمي، حالات مثلا هشاشة العظم يلي بتكون نتيجة إن الصبية أو حتى الشاب ما بيكون عنده كتلة عضلية ملائمة لهذا العمر. أكيد، يعني نصائح متعددة بنتمنى كل الصبايا والسيدات وحتى الشباب كمان، لأنه كمان صار ترند الهوس إنقاص الوزن مو بس عند السيدات، يكونوا استفادوا. شكراً لك ولوجودك معنا. شكراً للاستضافة تبعكم حلوة. شكراً لك آية مرة تانية.